المخرج الرجل الاخطر مرقص عادل، بقول لك طبعا مليون مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. ميرسي ليك جدا. ايه حكايه بقى الرجل الاخطر؟ هو رجل اخطر بقى. الرجل الاخطر هو فيلم لطيف، كوميدي سسبنس، بيناسب العيله جميعها، يعني جميع اعمارها. فيلم لطيف يعني، في رجل اخطر في الموضوع. ده هو سامح حسين طبعا، او انا ممكن اكون انا رجل اخطر، محدش عارف يعني. طيب انا فهمت انه من خلال عماره سكنيه بتدور الاحداث بين الشخصيات، مش كده؟ فكره العماره السكنيه بتدور الاحداث فيها هي فكره لطيفه، تقدر تفهم منها معاني لو انت عايز تتفرج على معاني وعمق للفيلم، وتفهم حاجات بعيده وحاجات موجوده ورموز وحاجات، هتنبسط جدا. لكن لو دخلت تنبسط وتستمتع وبس هتنبسط جدا. يعني هو معمول عشان ان اردت ان يبقى عندك عمق وفكر وتدور على ما وراء الاحداث، تمام. عايز تنبسط وخلاص تقضي الوقت، تمام. عايز يبقى فيه فيلم فيه نقط ولغه سينما بجد، مشاعر ومزيكا وشريط صوت لطيف، هتنبسط عندنا جدا جدا. جميل. طيب قول لي التوقيت عرض الفيلم، هل انت راضي عنه؟ توقيت عرض الفيلم ده سؤال صعب قوي. الفيلم بيتعرض في موسم الصيف، الحمد لله. الفيلم بيتعرض في موسم الصيف، موسم الصيف موسم لطيف، ما كانش موجود بقاله كام سنه عشان رمضان كان جاي فيه. كاس العالم شغال، خلاص كاس العالم كلها كام يوم ويخلص وخلاص. احنا عموما هننزل اول يوم بعد كاس العالم، يعني كاس العالم يخلص 15/7 ان شاء الله، احنا ننزل 18/7 ان شاء الله، فهيكون كاس العالم خلص. و موسم الصيف ده كان هي خلاص هيرجع تاني، رمضان بيتقدم، فيبقى في ما بين العيد الكبير والعيد الصغير في مساحه فيها بقى ينزل موسم، ولو موسم الصيف اللي هو كان بينزل فيه زمان كل افلام الكوميدي وكانت بتعمل ايرادات لطيفه يعني. هو يمكن قصير المره دي بس هو موسم مهم جدا جدا. توقعاتك للفيلم وسط الافلام المعروضه اللي هي بدات من فتره ومستمره؟ ربنا، بص دي بتاعت ربنا، ربنا يكرم الجمهور، ينبسط ويعجبه ويدخل الفيلم. بره بقى المافيا بتاعت التوزيعات والحاجات وكده، لو الموضوع مشي في شكل النطاق اللطيف، انا متوقع ان الفيلم يعمل يعني صدى لطيف عند الجمهور، واتمنى ان الفيلم يعمل صدى جميل عند الجمهور، ويعني اتمنى الناس تنبسط بالفيلم ان شاء الله. طيب قول لي من خلال الافيشات شايفين ان البطوله جماعيه، فهل ده حقيقي ولا ايه الموضوع بالظبط؟ البطوله جماعيه، هو فيلم سينما بكل ما تحمله الكلمه من اركان، يعني الركن الفني موجود، الركن المعنى يعني المعنى والمورال موجود، والحدوته موجوده وليها تفصيله وكده. فا يعني هو بطوله جماعيه لطيفه شبه الفيلم عايز ايه يعني. اخيرا توعد الساده المشاهدين بايه لما يشوفوا الفيلم؟ اتمنى، مش اوعد، اتمنى يعجبهم الفيلم، واوعدهم ان انا تعبت فقدرتهم، فان هم يشوفوا حد مقدرهم في الفيلم مش فيلم والسلام. طبعا ببارك لك مره تانية ودايما متالق. ربنا يخليك، شكرا لك.